والله السؤال عبد الرحمن يعني جدير بالإجابة عنه وبوضوح دكتور. الكلام كثر عن المفتي أنه هو مرة يقولون تبع المقاتلة ومرة للإخوان ومرة يظل في الرأي العام وشوه في الشخصيات التي لها أثر، وإن كان يعني أحيانا يثقل على الإنسان يتحدث عن نفسه، لكن أحيانا وأنت أدرى شيخنا للضرورة أحكام. من هو الشيخ صادق الغرياني؟ والأمر في هذه المسألة ينبغي ألا ينطلي على الناس، لأن تشويه صورة كل من يثبت على الحق ويعادي الظالمين والفجرة والمفسدين ومن يقطعون الطرق وينهبون المال العام ويريدون إعادة النظام السابق ويدمرون المدن بالطائرات وبالقنابل بالمتطرفين العلمانية والليبرالية الذين يعادون الدين، هؤلاء كلهم لا تتوقع منهم أن يعني يقبلوا من يتكلم ويقول بهذا القول، بل يسلطون عليه السفهاء، وهذه سنة الله في الكون. يعني كل من يأتي بإصلاح ولا دعوة إلى الحق ولا يعني بدأ من الرسل عليهم الصلاة والسلام، نعلم ما قال فيهم أقوامهم، ما تركوا كلمة نابية ولا فاسدة إلا رموهم بها، ساحر، مجنون، أساطير الأولين، يعني كلام لا أول ولا آخر، كثير وهو في القرآن. والسؤال اللي سأله السيد عبد الرحمن هو تجيب عليه الكتب والمنشورات. أنا عندنا مطويات في دار الإفتاء، من يريد أن يطلع عليها تتكلم عن كل الاتجاهات السياسية الموجودة الآن في ليبيا، وتكلم على الانتخابات، وتكلم على ما يسمى الديمقراطية، وتكلم على المشاركة يعني في كل النشاط السياسي. وهناك كتاب يعني وضعته السنة الماضية، كتاب مختصر من الحجم الصغير، كتاب جيد يعني فيه تفصيل واضح وموقف الدار وموقف المفتي ودار الإفتاء من كل التوجهات والاتجاهات الموجودة في الآن، سمي ما شئت، في داخل ليبيا وفي خارجها، واضح مبين. هذا الكتيب الصغير اسمه مراجعات في المنهج، تكلمنا فيه على الأحزاب وعلى العدالة والبناء، الإخوان مش العدالة، على الإخوان وعلى المقاتلة وعلى المجاهدة وعلى الدواعش وعلى الغلاة وعلى الصوفية وعلى التبليغ وعلى كل التوجهات الموجودة في الساحة، كلها اختصرنا الكلام عليها ووضحناها ونصحنا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. هذا الكتاب اسمه مراجعات في المنهج، أنصح كل ليبي متحير في هذه المسألة أن يأتي إلى دار الإفتاء ويأخذ منه نسخة أو يبحث عنه في المكتبة، يعطى مجانا في دار الإفتاء، يعطى مجانا. نعم. اسمه مراجعات في المنهج، هذا يحل إشكال هذا السؤال وغيره مما هو في أذهان الناس حول دار الإفتاء. نعم. هو الدكتور اسمح لي، يعني عوام الناس في الغالب يعني لا يقرؤون، هم يقادون من نواصيهم من الإعلام المضلل، عيونهم شاخصة، عقولهم ضائعة، يسمع إذاعة تقول الشيخ الصادق كذا من المقاتل، الشيخ الصادق، هم مع بساطتهم يعني واستغلال قلة الوعي وهذه البساطة. لكن الإجابة المباشرة، يعني هل الشيخ الصادق في تنظيم، هل هو من المقاتلة، هل ينتمي إلى حزب، هل هذه الإجابات المباشرة قد تكون نافعة دكتور؟ حتى لو قلت لهم الآن أني لا أنتمي لأي تنظيم، سيأتي في الحلقة القادمة ويسأل السؤال نفسه، لأن الجماعة اللي بثوا في الإشاعات والكلمات لا يفتون ليل ونهارهم يبثون هذه السموم وهذه الأكاذيب. فمن خلال الإنسان لا يمكن أن في إجابة واحدة أن تقول أنا بريء من هذا أو معه. ليس عندما أقول بريء ليس معنى هذا أني أدين هذه الجماعات كلها، قد يكون الجماعات هذه منها تخلط، منها من مواقفها ما هو صالح ومنها ما هو طالح. نعم.
لكن الغرض أن الإجابة بأن فلان يقول أنا من هذا ومن هذا، هذا كلام غير مفيد. أنت عليك إذا أردت أن تعرف وتصنف تتبع المواقف وتتبع المقالات وتتبع البيانات، ليس أنك تسمع كلمة قلتها الآن لكن من عساه أن يسمعها، هي لن تبلغ مليون واحد، تبلغ شخص ثم بعد ذلك يأتيك آخر في اليوم الثاني ويقول لك نفس السؤال. هذا كلام لا معنى له، أن فلان من قطر وأن فلان من الإخوان وأن فلان من المقاتلة، هذا كلام فارغ وكلام سيء، وكلام الغرض منه هو الإفساد، و يعني بحيث أنه لا يكون لأهل ليبيا مرجعية، بحيث يزهدوا ويشوهوا كل صورة في أذهانهم لأهل العلم ولدار الإفتاء، بحيث كما ذكر السائل قبل قليل أنهم يسعون من خلال هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب إلى أن يقولوا فيما بعد دار الإفتاء لا داعي لها ولا لزمة لا يجب أن تلغى. هذا هو الغرض من هذا الكلام. بارك الله فيك. وبعض الناس يحبوا يسمعوا الكلمة الشينة، الحاجة الجميلة والصادقة والمؤثرة، لا يريدون سماع الحقيقة لكن يحبوا يسمعوا الكلام، سمعونا للكذب أكلونا للسحت.